أمر السلام عليكم المتابعين ديالنا، كيف انتم؟ بخير، هانيين، كنتمنى ملا تكونوا بخير وعلى خير، في احسن ظروف احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله يا ربي بغيت نشارك معكم، عرفتوا شنو عندنا اليوم؟ عندنا واحد نهار كيحتفلوا به المغاربه كاملين، يعني معروف شنو شي كتقول الوالده الحوز، احنا كنقولوا لا الحوز، يعني راس السنه الامازيغيه كيحتفلوا به الاخوان ديالنا الامازيغيين، يعني كيحتفلوا به. المهم حنا كاملين مغاربه ويدنا كنحتفلوا معاهم بهذا النهار هذا، وعندنا عادات، يعني عندنا تقاليد كنقوموا بها في الايام بحال هذه. كيعدلوا البارح كيعدلوا التيته بالحليب، وكيدوروا على العيال الصغيورين، كيدوروا من دار لدار وكيعطيوها من الناس التيته بالحليب. وكاين اليوم عندنا النهار هذا ان شاء الله يا ربي السفنج، اليوم يعدلوا السفنج وعاود كيدوروا العيال الصغيورين من دار لدار كيطلبوا السفنج، وان شاء الله يا ربي غنحاول العشيه. ها الشيخه عرفتي الشيخه اللي كيقولوا الشيخه، يا الشيخه هو داك الحميص الصغير فيه الحميص كحال والحميص، المهم الناس، المهم كاين الناس كيعرفوه، كاين الوالده الناس كيعرفوه، الناس كاع تحيه الوالده ديالي كتوريني فهمت. المهم وكان غنحاول ان شاء الله يا ربي ما قدر المستطاع، خاصني كنسارى جورتوني درت وكنقلب على، يعني كما كتشوفوا دابا بقى العصر عاد ادنت العصر، يعني وكندور كاينين العيا صغارين شنو كيعدلوا، كيجمعوا العواد، كيجمعوا الخشيش، بزاف ديال الخشيش، ديال الخشيش، يعني وما هو الحطب كيحطبوا، وملي كتفوت المغرب كيطيح الظلام كيبقاو يشعلوا ديك العافيه كبيره، وكيدوروا مع العيا صغارين كيفرحوا وكينشطوا، وكيمشيو يدوروا من دار لدار كيدوروا على قبل السفنج، كيمشيو لعند الناس. المهم شيني كيقولوا ديك العيال وشيني كيعملوا، ان شاء الله يا ربي غنحاول قدر المستطاع نجبر شي عيال عندهم شي بلاصه عيشعلوا فيها العافيه، وعيقوموا بهذه العادات وهذه، وعنشاركوهم معكم ان شاء الله يا ربي حنا في بني احمد اقليم شفشاون. المهم حتى حنا كنحتفلوا براس السنه الامازيغيه، وهي الحوز، يعني ضروري كنحتفلوا بها، دائما كنحتفلوا بها، وفي الصغر ديالنا كنا عاود هنا بيدي احتفلت بهذه، وجمعنا الحطبه ونشطنا، وان شاء الله يا ربي باغي نشارك معكم هذا الشيء هذا. وتحيه الوالده ديالي الوالده مريحه جالسه، المهم كذا حشم قالت لي انا بني واخا كتظهرني انا كنحشم بزاف، وما كنجبر ما كنقول، ملي كنظهر معك في الكاميرا ما نجبر ما نقول، وان شاء الله يا ربي باقين عن ظهره وظهر الوالده، وان شاء الله يا ربي ونشاركوا معكم بزاف الحاجات، وخليكم ان شاء الله يا ربي مع باقي الفيديو حتى نجبر. المهم غنبدا ندور من دابا حتى نجبر الشباب العيال الصغيورين اللي جامعين الحاطبه. انا باقي كنسارى، مشيت جوج بلايص ما جبرت نمشي فيهم، سولت واحد العائل قال لي نجمعوا فواحد البلاصه هنايا. المهم انا ان شاء الله يا ربي نحاول نوصل ديك البلاصه. المهم باغي نشارك معكم العادات القدام اللي فيهم الحلاوه والبساطه واللي عاشوهم الناس اللي قبل منا. المهم انا باقي كنسارى، خليكم معايا حتى نجبرهم ونقول لكم ها هم، خليكم مع باقي الفيديو. هذوما الحاطبات هذو ان شاء الله يا ربي اللي باش نشارك معكم. غنشارك معكم العيال شنو كيعملوا، كيفاش كيشمعوا، وكيفاش كيخرجوا يدوروا الحوز، كيحتفلوا العيال عندنا كيحتفلوا برسان العيال، وباقي ما جيب برخش اللي كنت كنسارى عليهم جبارته. السي يحيى، السي مروان، السي ريان، ومصعب، وعمر، الشباب ديالنا نور الدين، عفوا انا نور الدين مخبع مع الحطبه، وعلي، علي، وهذاك شنو اسمه؟ محمد، محمد، مروان، مروان، السي يحيى، سوشي بوبي، عيال الدراري ديالنا اللي صغار مساكين كيشمعوا، قلت لكم هذو هما العادات والتقاليد اللي كنا كنقوموا بهم حنا، كنا كنحتفلوا بالحوز، راس السنه الامازيغي، ها الحطبه مشعوله، طاح دابا الظلام كما كتشوفوا. ودابا عيشعلوا ان شاء الله يا ربي عيشعلوا العافيه، اجي ملي عتشعلوا العافيه فين عاد نمشيو؟ نمشيو نسعوا السفنجه اخاي. كيفاش دابا شيني عاد شيني عاد تقولوا ملي يكون وقت الكلام؟ قولوا لنا كون جاتني السفنجه باش خاين وباش خاين. كيفاش عاد تقول؟ قول الريح يا خاين. عاد تعطينا السفنجه. يلا شعل شعل انا نرضي. كبير باش يلسع. شعل شعل انا نرضي شعل. شعلوا نوردين. يلا نوردين، هاو دابا هاد هما العيال دابا يشعلوا العافية. والعيال اخوتي يشعلوا العافية دابا مشي نسعوا. اش بها الساعة. يلا العافية نهيضة. يلا يلا تفرج تفرج على الريح.
على هي كيشادوا العافيه وكيحط حيد ما تقربش العافيه ما تقربش العافيه هذه 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 العادات اللي كيعملوا العيال وكنا كنعملوهم حتى حنايا يلا يلا تفرجوا يلا يلا بداو بداو يلا يحيى تفرج يحيى الفرحة هذه اللي يلا الإخوات يا يلا يلا قولوا قولوا شنو كيقولوا العافية شنو كتقولوا العافية لا لا عندكم عندكم تحترقوا امس انا ما ضمش بحده عاوله ها عندك امس خط حره أنا شكرا شبورة نور يا خليل أرالي أرالي طبلا أرالي طبلا نور دين لا لا طبلا أنا قدك صغيرة أرالي شوف لك 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 دبر لي جيب لي شي عاود اخر صغير جيب لي شي عاود اخر صغير جيب لي شي عاود اخر صغير راه شي عاود اخر صغير طوي طوي بعد راه 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 واحد عاود اخر راه المهم الاخوه كان كنتفكروا الايام ديال الهينون راه شي عاود يا دبنو الطبل دبنو يا لود نوردي دبنو يا لود نوردي مشروع عندكم كلشي لاباس المهم الاخوان انا اجبرتوني محشينا مع العيال صغارين كندار هنايا المهم انا هو العملاق ديالهم دابا شني شني عاد عملوا دابا ملي عاد دابا نمشيو نسعو السفنج كيفاش كيفاش كتقولوا في السفنج يلا يلا قنجة عطيني السفنجة باش نقعدو باش نقعدو لا والو حنا ما كناش كنقولوا هاي قول شنو نقول اه قول شنو نقول عطيني السفنجة عطيني السفنجة شو اخوتي واش كنعرف نتفرج ولا لا اجي اجي فالكم المهم عرفت انت واش دابا عبد العزيز شوي عاد عبد العزيز شو عند تامر لا عبد العزيز هو اللولي انا وصيكم شو عند عبد العزيز يلا زيدوا قدامي عند عبد العزيز كما كنعرفوا الاخوان واحد الصديق ديالي هو هنايا راه ديرو ما كاينش هو كاين بحال هنا في الدار وعملت له فخان جبت له الدراري هاي طلبوا له السفنج هو مع العلم هو بحال في الدار وعند كحكح عليها شويه ها خليكم مع باقي الفيديو المهم انا واخا بعدوني حتى يوصلوا الدراري الدار واي جودة مو يفنى رانا لان تريقل ولا هذا الشيء علي لو ما جيت
انا بوري وعد اللي جلس اجي قولوا قولوا هاي طول هون داير اوكي زين اخرج خلي عدري هاي طول هاي طول ولا لا اخرج اوكي عندنا الفلوس شي اخو اسفنج هاي اسفنج لا تعشي عبد العزيز ها دبر راسكم مع الراجل انا ما نطلبش دابا شيني كتشرطوا على عبد العزيز دابا كتشرطوا على الفلوس ها نيش الفلوس وسفنج ولا شويه الشياغه علي 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 شيني خاص يعطيكم شيني خاص يعطيكم شيني خاص يعطيكم اشفنج ولا رشيها هولا تريك ضروري يا خالي اجي ولا ما عطاكم شي شنو عملوا له؟ عيدوا به بعد عيدوا به المهم دابا سير اخي عبد العزيز فكها مع الشباب نور يا اخي اجي اجي من اجي المهم الاخوه الجو بارد وعملنا المقله لخي عبد العزيز جبت له الدربه على المساخيطه المهم هو دابا وخارج لعندو بلاتي بلاتي والله ادعو معاه لا درت ولا كانوا باش يخطب اجي صافي عاشق علي علي هو انتقم منك هاد النهار يلا المهم يلا لا عوكم تهلاو براسكم يلا اجي اجي يلا قدموا واحد التحيه للمشاهدين وزيدوا يلا السلام عليكم ابي يلا لا عوكم يلا يلا الله لا عون يلا يلا لا عون ايوا المتابعين ديالنا نشطنا مع الشباب صغارين وبغيت هذه العاده اللي كنقوموا بها حنا من الصغر ديالنا كنورثوها جيل عن جيل ودابا شويه قلالات انتما كتشوفوا حنا كنا كل نهار في اي بلاصه كنا كنجبروا الدراري عاملين جامعين الحطب كنقولوا شوامع دابا حاليا بحال اللي قلالات الشيء هذا المهم شاركت معكم المقتطف الخفيف الظريف وكنتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم وقبلوا علينا وفيديو واحد اخر والسلام عليكم.